لسان الحان أبين خبر عن راس الحسين من تلاقى ويا الجسم بالقبر يوم الأربعين حين شاف الجسم راسه انعطف وبدال الحنين واظهر الصوت من النحار يا راس بين سيد البشر عقبك علي تدرج صدار لعبة الخيل على صدري وبالحوافر رضته لعبة الخيل على صدري وبالحوافر رضته دمي غسلني وادي كربلة بدمي متوسد على رماله لالسي حقيت الخياله أمسى راسي حسيني ويا الجسم أمسى والراس يشتي الحاله لالسي حقيت الخياله بالشمير تخبر بيوم اللي على صدري اعتلى بالشمر تخبر بيوم اللي على صدري اعتلى وفرزك عني راس حسين ابن عقد الولا ورفعك عالرموح وانا بقيت مرمي بالفلا دمي من جروحي يكيت ومن دم وريد تغسليت بذار الوطية تشفنيت الراس نادى النوبة خبرك حالي وجرت دمعته الراس نادى النوب أخبرك حالي وجرت دمعته راسك يا جسم تدري بالقطع راسك عالرموح لما انشالي ليل سحقت الخياله امسى راسي حسيني ويا الجسم امسى حقيت الخياله امسى راسي حسيني ويا الجسم امسى هنا يا جسم كان ذار الريح سوالك جفن راسك بديرة الكوفة ببطين تنور انسجن تشهد بهاي الحواري النزلت ويم الحسن بهودج النور من السما يا جسم وامي فاطمة من هالمدامع ساجمة وماتم بدار الخولة على مصابي نصبته مصابي وامي الزهرة تحين على مصابي وعيونها همالة ليل سحقت الخيالة أمسى راسي حسيني ويا الإنسان الراس يشتي الحالة نفس حقيته الخيالة أمسى راسي يحسيني ويا الجسم أمسى الجسم نادى هنا يا راسي من الظما كبد انفطار سهم المثلث بقلبي مضى ومطلع الضغار ما بقى مفصل صحيح وعظم سالم ما انكسر وتعلم الجمال الصناع بالخاتم اغتر وطمع وبخنجر الكفي قطع حتى ثوب اللي علي قالوا ميه سلبته حتى ثوب اللي علي قالوا ميه سلبته ضامي يا راس منه الميل جيتل ضامي ومثل الفطار دلالة وليل حقيت الخيالة للشاعر المرحوم الشيخ كاظم منظور الكربلائي.